ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت سيارة تابعة للدرك الملك بسيد علال البحراوي بإقليم الخميسات لحادث إثر مطاردة هوليودية لشاحنة لنقل الأسماك. ونقلت المصادر أن الشاحنات أثارت شكوك عناصر الدرك من كونها كانت تحمل شحنة من المخدرات قبل أن تأمر سائقها بالتوقف، إلا أنه لم يفعل وفر بسرعة فائقة. الدرك طارد بعد ذلك الشاحنة بطريقة هوليودية، ما تسبب في انقلاب سيارة الجدارمية وخلف خسائر بالغة بعد إصابة عناصر أمنية في الحادث. الحادث استنفر القيادة الإقليمية والجهوية للدرك الملكي التي حلت بعين المكان، حيث جرى نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن هوية الشاحنة وصاحبها لتحديد المسؤوليات.